في الحقيقة النهاردة ذكرى ميلاد الفنان الكبير العظيم الفنان أبو بكر عزت. الفنان أبو بكر عزت قدم عدد كبير جدا من الأدوار المميزة اللي ما زالت عالقة في ذاكرة المشاهد العربي. تعالوا نتعرف على محطات مهمة في مسيرة الفنان الراحل. اليوم هو ذكرى ميلاد الفنان الكبير أبو بكر عزت الذي قدم أدواراً مميزة ما زالت عالقة في ذاكرة المشاهد العربي. ولد أبو بكر عزت في 8 أغسطس عام 1933 في حي السيدة زينب ودرس في المدرسة الخديوية، ثم تخرج من قسم الاجتماع بكلية الآداب جامعة القاهرة. بدأ مشواره الفني من خلال المسرح المدرسي، وواصل تطوره الفني بدراسته في معهد التمثيل عام 1959، حيث انضم بعد تخرجه إلى فرقة المسرح الحر، وتألق في العديد من الأدوار السينمائية والمسرحية والدرامية. لا بقى أقول دي حجة بقى، ما أنت لو كنت عايزاني بحق وحقيقي كنت رضيت بيا، سواء حرامي ولا شحات حتى. اسمع يا يوسف. بس بقى بلا يوسف بلا هباب، فكان إيه شخشخة في إيدك؟ طب قلت 115 جنيه وديني جبت لك الفلوس، جاي دلوقتي تقول لي حرامي؟ ظهر مع أبرز النجوم في عصره، فشارك في فيلم أفواه وأرانب مع فاتن حمامة، والمرأة والسطور مع نبيل عبيد، وأرابيسك مع صلاح السعدني وهدى سلطان، والدبور مع ليلى طاهر. أمي الله يمسيها بالخير دايما تديني الزادة والزوادة في القفة دي. قفة العجايب كلها منافع، أيام الحرب استعملها براشوتش، أيام السلم مخزن تموين. طب قول فيها إيه وخلصت؟ صورة عندك يا سيدي. عندنا بالصلاة على النبي نص كيلو بسطرمة، شوية لسان عصفور، برطمان جبنها دياب المش، قلم حبر جاف، دفترين دنيا، بزازة للعين. كان أبو بكر عزت أيضاً من الرواد في المسرح، حيث عمل مع مسرح الريحاني ومسرح التلفزيون، وشارك في مسرحيات شهيرة مثل الدخول بالملابس الرسمية ودبور والدلوعة. وفي السينما شارك أبو بكر عزت في أفلام بارزة مثل معبودة الجماهير و30 يوم في السجن وزوج في أجازة والاحتياط واجب وميرامار. كان مستخبلكم ملبسكم العمة، هو قتل قتله ومحكوم عليه بالاعدام. وانت بقى اللي كشفته وحصل؟ طبعا انا، امال يعني بلغ من مجهول. اشتهر الفنان الراحل باسلوبه المميز في الاداء، حيث برع في تقديم ادوار متنوعه كالشاب خفيف الظل والفتى الوسيم والنصاب والعاشق والشرير خفيف الظل. ايضا لعب دور العمده في مسلسل شعاع من الامل، وقدم حوالي 200 عمل فني، وشارك في أعمال من تأليف زوجته، وحصل على جائزة أفضل ممثل في مهرجان القاهرة السينمائي عام 1996. هي اللي عارفة حاجة وأنا محتاجة، إنما هي العادة كده، اللي على راسه بطحة بيحسس عليه. أنا مثلاً من كتر عمالي المهببة جه عليا وقت افتكرت إن زيزي كشفاني، لكن بعد كده تأكدت إنها وثقافية وعارفة إن أنا مثال الرجل الورع. تزوج أبو بكر عزت من الكاتبة كوثر هيكل، واستمر زواجهما الناجح لمدة 41 عاماً، ورزقا باثنتين من البنات هما سماح وأمل. وقبل وفاته احتفل بعيد زواجه 41. توفي أبو بكر عزت في 27 فبراير عام 2006 عن عمر ناهز 73 عاماً إثر أزمة قلبية حادة أثناء توجهه لتصوير مسلسله الأخير ومضى عمري الأول. زي الناس عمون، أنا منفعش بقى منتظرك الوقت ده كله وفي الآخر تقول إنك ما تنفعش، ثم مش انت اللي تقرر اذا كنت انت تنفع او ما تنفعش، ده قرار حاسم. عمون بن هارون، دي اول واخر مره اسمح لك انك تكلمني فيها باللهجه دي، واضح؟ ديفيد انا عمون، وعلى كل الاحوال انا ما طلبتش من حد انه ينتظرني. ديفيد الحزب محتاج لك والمعركه صعبه.